في هذه النافذة الخاصة استضيف بريت ماكجيرج، وهو نائب مساعد الرئيس ومنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمناقشة أهم التطورات في المشهد اليوم، المنطقة والاتفاقية التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الإمارات العربية المتحدة. مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا. أبدأ بأهم خبر الاتفاقية التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة للعمل على محاولة تحفيز حوالي 100 مليار دولار أمريكي لإنتاج 100 جيجا وات من الطاقة النظيفة حول العالم. كيف ترى تأثير هذه الاتفاقية على هذه المنطقة وعلى الطاقة النظيفة؟ Well, thank you. It's great to be here with you. شكرا، من الرائع أن أكون هنا معك. إنه سؤال أول وجيه، لأنه جزء من أجندة واسعة طموحة وثابتة هنا بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. إذا نظرت إلى الاتفاق التاريخي الذي وقع للتو بواسطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان، وذلك بترسيم الحدود البحرية، وبعد أسبوع هذا الاتفاق التاريخي الثنائي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، إنه يتعلق بتخصيص 100 مليار دولار للطاقة النظيفة. وأيضا إذا نظرنا إلى الاتفاق الذي عقدناه في قمة جدة بين العراق ودول الخليج، يربط العراق بكهرباء الخليج. الأمر يتعلق باستعمال الدبلوماسية الأمريكية وقوة الإقناع الأمريكية لتعزيز روح الريادة والقطاع الخاص ومشاريع البنى التحتية التي تجمع دول المنطقة معا ولتخفف التوترات قدر المستطاع. إنها جزء من أجندة واسعة ثابتة، إنها تتعلق بالبنية التحتية والدبلوماسية والأمن. ولكنني فخور جدا باتفاق اليوم، إنه يظهر متانة العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، وسيكون اتفاقا سيحدث تغييرا كبيرا في الأعوام المقبلة بالمنطقة. وهل برأيك هذا هو شكل الدور الجديد الذي تريد أن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية هنا في المنطقة؟ أعتقد أن هناك تركيزا كثيرا على علاقتنا الأمنية في المنطقة، وهو تركيز في محله. وأود أن أكون واضحا، المبدأ الأول هو الأمن. شراكتنا العسكرية هنا لا تزال قوية، وجيشنا لن يغادر إلى أي مكان آخر. لكن لدينا أيضا هذه الأجندة الواسعة والثابتة الخاصة بالدبلوماسية والبنية التحتية وغيرها من الأمور. إذن مشاريع البنية التحتية الثلاثة التي ذكرتها اليوم، اتفاق اليوم ومحاولة ضمان هدنة في اليمن، فتلك الحرب تدوم منذ حوالي 8 أعوام، وهناك هدنة قائمة امتدت لسبعة أو ثمانية شهور. الهدنة انتهت قبل شهر، ولكن مبعوثنا قال لمجلس الأمن إن الجميع لا يزالون يجرون محادثات، ولحد الساعة فإن القتال قد توقف ونريد أن يستمر ذلك. ذلك بفضل الدبلوماسية الأمريكية والعمل الدؤوب الذي لا يزال مستمرا. ولكن تلك المشاريع والاتفاق الذي توصلنا إليه اليوم هو جزء من تلك الأجندة الواسعة. وكيف ندمج هذه المنطقة؟ وكيف نخفف التوترات؟ وكيف نتجاوز الاستقطاب الذي كان سمة لهذه المنطقة قبل 10 سنوات؟ حين كنت هنا في المنطقة طوال الوقت، كان هناك توتر بين العديد من دول المنطقة. الآن نرى أنه من خلال الدبلوماسية تلك التوترات بدأت تخف. والكلمة التي نستعملها هي الإدماج. بالطبع دمج إسرائيل في المنطقة يعتبر أمرا أساسيا، وأيضا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل كان شيئا لا يصدق. وبعد أسبوع نرى هذا الاتفاق الثنائي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لجمع وتخصيص 100 مليار دولار للاستثمار ولتأمين الطاقة مستقبلا. وطبعا هذا يغير الكثير، وهذا يضع الأسس لمنطقة أكثر أمانا وسلاما واستقرارا ورفاهية ودمجا. ونحن نؤمن أن الولايات المتحدة شريك أساسي في تلك الرؤية. بعد تولي الحكومة العراقية مهامة، هل هناك أي توجه من الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز التعاون الأمني مع القوات العراقية؟ نحن في العراق مع تحالف من دول عدة. لقد دعينا إلى العراق لمساعدته على هزيمة داعش، وكانت تلك مهمة ناجحة جدا. طبعا المهمة لم تنتهي بعد، فنعلم أن داعش يستطيع إعادة الظهور من وقت لآخر، ونؤمن أن وجودنا في العراق ضروري ومهم للغاية. ولدينا اتفاق استراتيجي طويل الأمد ودائم مع العراق. ذلك الاتفاق تم عقده في عهد إدارة جورج بوش الابن، وامتد إلى عهود 4 إدارات أمريكية.
إذن نحن ملتزمون جدا بالعراق وفي كل المجالات، الاقتصاد والتجارة والأمن. لقد أقمنا علاقات أمنية جيدة جدا وأجرينا محادثات جيدة جدا مع رئيس الوزراء الجديد محمد سوداني، ونحن راضون عن تلك العلاقة، كما أنها ضرورية لمساندة قواتنا الموجودة في سوريا. ونحن أيضا ملتزمون بالحفاظ على وجودنا العسكري في سوريا لنضمن بأن داعش الذي نشر الكثير من الإرهاب ليس فقط هنا في المنطقة بل حتى في مناطق عدة من العالم، أن نضمن بأنه لن يعود للظهور مرة أخرى. نحن ملتزمون جدا بتلك المهمة التي سنستمر فيها. دعنا أنتقل وإياك إلى المفاوضات النووية مع إيران. البعض يقول بأن وصلت لطريق مسدود، ما هو موقفكم اليوم؟ ما هو وضع هذه المفاوضات؟ وهل هناك أي إجراءات ممكن أن تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في حال بالفعل الوصول إلى طريق مسدود؟ علي أن أقول أن الاتفاق النووي مع إيران ليس على أجندتنا الآن، إنه ليس على الأجندة بشكل حقيقي أو بشكل رمزي، هذا بسبب ما يحدث في إيران والمظاهرات في إيران والقمع الفظيع الذي نراه يقع على الشعب الإيراني ومن ضمنهم النساء والفتيات. طبعا هذا أثار العالم كله، إنه ليس شيئا تقوده الولايات المتحدة، هذا التحرك داخلي يقوده الشعب الإيراني. ولقد رأينا من الاتحاد الأوروبي وكندا ومن شركائنا في أوروبا ومن حول العالم يرفعون أصواتهم ضد هذه الفظائع الذي يتعرض لها الشعب الإيراني، هذا ما نركز عليه. ثانيا، القرار الذي غير اللعبة والذي اتخذته إيران، وذلك بدعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا بالمعدات العسكرية، بالطائرات المسيرة لمهاجمة المدن الأوكرانية والبنية التحتية المدنية، وربما سيساعدونهم بمعدات أخرى أكثر تطوراً. هذا الحدث غير قواعد اللعبة، وهو شيء لم نفضحه فحسب من خلال ردعه بفرض عقوبات وأدوات أخرى، ونحن نركز عليه كثيراً. لكن ما دامت هذه التحركات قائمة فإنه من الصعب جداً التوصل إلى اتفاق. وعلي أن أقول إننا لا نزال نركز على البرنامج النووي الإيراني، ورئيسنا بايدن كان واضحاً بقوله إننا لن نسمح أبداً بأن تتقدم إيران لتصنع سلاحاً نووياً، ولدينا وسائل وآليات أخرى للاهتمام بتلك المشكلة. أنا أساعد القيادات في وكالاتنا على تقييم الأمر في واشنطن، ونحن ننظر في كل البدائل، ولكن رسالتنا اليوم إلى إيران هي توقفوا عن قتل شعبكم وتوقفوا عن إرسال المسيرات لقتل الأوكرانيين. هناك سلسلة من الأحداث التي أعطت انطباع لدى البعض بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب من المنطقة، هل لديكم أي خطة أو إجراءات معينة للتأكيد لشركائكم وحلفائكم في المنطقة أنكم لا تنسحبون من المنطقة ولا تتخلون عن الالتزامات الأمنية هنا؟ أعتقد أن الرئيس حين جاء إلى المنطقة وضع أجندة ثابتة تقودها الولايات المتحدة في هذه المنطقة، وقبل كل شيء ما هو مركزي وأساسي في الأمر هو أمن المنطقة. حضورنا العسكري هنا لا يتغير، لقد اتخذنا قرارا لإبقاء حضورنا العسكري هنا في منطقة الخليج ولا شيء يتغير. نحن منخرطون دائما في التواصل والتنسيق مع الحكومات في كل أنحاء الشرق الأوسط وخاصة هنا في الخليج، ومن ضمنها المحادثات التي عقدناها الليلة الماضية بشأن التهديدات الأمنية المحتملة، ولنضمن أن شركائنا مجهزون جيدا وقادرون على التعامل معها. إذن حين يطرح أحدهم هذا السؤال علي أقول عد إلى ما قاله الرئيس في القمة حين جاء إلى هنا، التقى زعماء دول الخليج بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، والذي كان اجتماعا تاريخيا للقادة، وتحدث عن التزامنا الثابت بأمن المنطقة، والأمن أولا وقبل كل شيء. ولكن أضيف إلى هذا أن الأمر لا يتعلق بالأمن فحسب، فلدينا أجندة واسعة وثابتة لهذه المنطقة من خلال الدبلوماسية ومشاريع البنية التحتية، والاتفاق الثنائي الذي عقدناه اليوم هنا بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لجمع وتخصيص 100 مليار دولار لضمان الانتقال الطاقوي نحو المستقبل. إذن هي أجندة واسعة وجريئة، ولكن الأمن أولا وقبل كل شيء، ولن نذهب إلى أي مكان آخر. السيد بريت ماكجيرك، نائب مساعد الرئيس ومنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شكرا جزيلا لك. Thank you.